لي عن موقف اتفاجئت فيه بوجود حيوان وانت بتزور حد من اصدقائك او من قرايبك، وكان ايه رد فعله؟ لقيت ان هو مربي اسد، ف طلعت اجري منه بقى، قلت له سلام اعمل ايه تاني، ان هو خلاص بقى هو لو لمسني انا تمام. كلاب، لو مربيين كلاب بس لو حاجات غريبه بقى. كلب. بصراحه انا بحب الحيوانات كلها، ما فيش حاجه معينه يعني. كلاب، انا بخاف من الكلاب جدا من وانا صغيره، لانه قبل كده كلب جرى ورايا، فانا بجد اول ما اشوف كلب ببقى حاسه نفسي خايفه جدا، وامشي من الشارع اشوف اي شارع تاني ممكن اعدي. لو عندهم تعابين بقى ولا بتاع لازم اخاف. كلب. في ناس كان عندها سحليه بس كان شكلها يعني اتخضيت بس كان شكلها حلو يعني. اطلب منه ان هو يحبسه في اوضه او حاجه، بالذات لو كلاب يعني، انا ما بخافش غير من الكلاب. حاجه مثلا الحيوانات المفترسه مثلا اسد، الحاجات دي هي الحاجات دي بتخوف.